بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله عن موضوع مهم جدا جدا اللي هو الديجيتال السوكسيستي. موضوع الديجيتال السوكسيستي ده مهم في الامتحان ومهم في حياتنا العملية كدكاترة يعني. ماشي، اول حاجة عايزين نعرف السورس بتاعه. بيقول ان الديجيتالز ده واحد من البلانت بويزنز اللي هي التوكسنز اللي بتستخلص من نباتات طبيعية. فبيقول لي ان هو موجود فين؟ الروت والليفز والسيد بتاع نبات اسمه ديجيتالس بيربرا، او له اسم تاني اللي هو الفوكس جلوف. ماشي، يبقى دي اول حاجة عندنا، ده السورس بتاعه. تاني حاجة المود اوف بويزنينج. المود اوف بويزنينج زيه زي اي توكسن تاني. طريقة التوكسيستي بيه اكسيدنتال او سويسيدال او هوميسيدال، بس هنا الاكسيدنتال هو الاكتر، هو المور كومن. ازاي؟ يا اما مثلا اكسيدنتال انجيشن ما بين الاطفال، او اكسيدنتال توكسيستي عن طريق الثيرابيوتيك يوز. ازاي ممكن ادخل في اكسيدنتال توكسيستي عن طريق الثيرابيوتيك يوز؟ ماشي، الدوز العلاجيه دي يا اما اخد منها اوفر دوز او اخدها غلط. ازاي اخدها غلط؟ بيقول ان الديجيتالز ده اكيوميوليتيف بويزن اللي هو بيحصل له وبيتراكم في الجسم، بيخرج ببطء من الجسم وله تأثير accumulative. فالمفروض الدكتور لما بيديه للمريض وكده بيقول له ان هو ياخد يوم ويريح يوم على ما الديجيتالز يخرج من الجسم عشان ما يحصلوش accumulation. فلو مثلا الدكتور نسى يقول له ان هو يوقف يوم، او المريض نسى وخده كل يوم، فكده هيحصل له accumulation في الجسم وهيدخلني في accidental toxicity. في الحالة دي بسميها acute versus chronic toxicity، اللي هو المريض اصلا بياخد الدواء بس حصل غلط، يعني ان هو اخده مثلا اخده كل يوم، اخده كتير كده يعني. ماشي، يبقى ده كده الاكسيدنتال توكسيستي. طيب سويسيدال مي اوكيل، ممكن ناس تنتحر بيه عادي، دواء القلب. ماشي، هوميسيدال بيقول ان هو ايديال، ايديال كطريقه للقتل يعني، لان في الحاله دي مش هقدر امسك على القتل حاجه يعني. ممكن المريض عادي، المريض بياخد دواء قلب خده غلط، خد اوفر دوز منه، هنا مش هقدر امسك عليه حاجه. ماشي، يبقى ده كده المود اوف بويزنينج زيه زي اي توكسين تاني، اكسيدنتال او سويسيدال او هوميسيدال. الاكسيدنتال هنا هو الاكتر، يا اما اكسيدنتال انجيشن ما بين الاطفال، يا اما اوفر دوز خلال الثيرابيوتيك يوز، يا اما اللي هي الاكيوت فيرسس كرونيك اللي احنا قلنا عليها دي. سويسيدال مي اوكير، الهوميسيدال قلنا ان هو ايديال لان مش هقدر امسك عليه حاجه. طيب تالت حاجة هنتكلم عنها الميكانيزم اوف التوكسيستي او التوكسيك اكشن بتاع الديجيتالز. احنا دلوقتي بنتكلم عن الديجيتالز اللي هو دواء قلب، يبقى اكيد شغله كله على الالكترولايتس، الالكترولايتس اللي لها علاقة بالقلب زي مثلا البوتاسيوم الكالسيوم كده يعني. ماشي، من اشهر الحاجات اللي احنا عارفينها وخدناها في الفسيولوجي كتير اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب، اللي بتخرج 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. فالديجيتالز بيجي على الصوديوم بوتاسيوم بامب ويعمل لها انهبيشن، يقفلها. ماشي، فكده مش هتخرج الصوديوم ولا هتدخل البوتاسيوم، فالبوتاسيوم هيفضل بره فيحصل هايبركاليميا. ده في حاله الاكيوت توكسيستي. ماشي، طيب بيقول لي في حاله الاكيوت فيرسس كرونيك توكسيستي اللي هو مريض القلب اساسا اللي بياخد ديجيتالز بس حصل غلط يعني في الجرعه وكده. ماشي، غالبا مريض القلب اللي بياخد ديجيتالز بياخد معاه دايوريتكس، ففي الحاله دي بيحصل هايبوكاليميا. المهم سواء هايبركاليميا او هايبوكاليميا، فالاتنين ارزميك، بيعملوا ارزميا. ماشي، هنرجع تاني بقى للصوديوم اللي ما خرجش بره، فكده بيتراكم انتراسيلولار، بيزيد تركيزه قوي جوه الخليه. ماشي، فهيشغل الصوديوم كالسيوم بامب، هتتفتح هتشتغل الصوديوم كالسيوم بامب فيخرج الصوديوم ويدخل مكانه الكالسيوم، فكده يزود الكونتراكتيليتي بتاعه الميوكارديال سيل. يبقى ده كده عندنا دول اول نقطتين في التوكسيك اكشن. اول حاجه هيروح على الصوديوم بوتاسيوم بامب يعمل لها انهبيشن. ماشي، فكده الصوديوم مش هيخرج ولا البوتاسيوم هيدخل، البوتاسيوم هيفضل بره، هيزيد بره يعمل هايبركاليميا، والصوديوم بيزيد تركيزه جوه، لما يزيد قوي هيشغل الصوديوم كالسيوم بامب. ماشي، فالصوديوم كالسيوم بامب دي لما تشتغل الصوديوم هيخرج والكالسيوم هيدخل، الكالسيوم يدخل يزود الكونتراكتيليتي بتاعه الميوكارديال سيل. ماشي، تالت نقطه عندنا اهو، عندنا اهو الديجيتالز عمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب، فكده البوتاسيوم ما دخلش يزيد تركيزه بره يحصل هايبركاليميا، والصوديوم ما خرجش فزاد تركيزه قوي انتراسيلولار فشغل الصوديوم كالسيوم بامب.
ماشي، الصوديوم كالسيوم بامب اشتغلت، فكده ايه، الصوديوم خرج والكالسيوم دخل. الكالسيوم دخل بيزود الكونتراكتيليتي بتاعت المايوكارديال سيل. ماشي، يبقى ده كده عندنا اول ايه، اول نقطتين في التوكسيك اكشن. ماشي، تالت حاجه بيقول لي ان هو بيزود الفيجال تون والريفراكتوري بيريود بتاعت الاي في نود ومدة التوصيل في الاي في نود، فده كده بيؤدي، لما مدة التوصيل بتزيد فكده هيؤدي لسلوينج كوندكشن، التوصيل هيكون بطيء جدا وسام ديجري من الاي في نودال بلوك. ماشي، فده بيزود الاوتوماتيستي في البركنجي فايبرز. الاوتوماتيستي في البركنجي فايبرز ان هي ممكن تبقى اكتوبيك فوكس وتطلع هي الامبلس، تاخد مكان الاس اي نود يعني وكده. ماشي، يبقى احنا هون قلنا تالت حاجة ان هو بيعملها بيزود الفيجال تون والريفراكتوري بيريود في الاي في نود، فكده سلوينج الكوندكشن، هيبطئ الكوندكشن جدا وسام ديجري من الاي في نودال بلوك، كده كأن ما عادش فينا نبضات بتوصل من الاتريوم للفنتريكل. ماشي، فكده هيزيد الاوتوماتيستي بتاعت البركنجي فايبرز، هتبقى بقى اكتوبيك فوكس وتبدأ تطلع هي نبضات وتسيطر هي على القلب وكده. ماشي، يبقى ده عندنا الميكانيزم اوف الاكشن بتاع الديجيتاليز، وده مهم جدا جدا جدا. افتكر الميكانيزم اوف الاكشن، افتكر ان هو دواء قلب، يبقى اكيد شغله بيعتمد على الالكترولايتس اللي لها علاقه بالقلب زي البوتاسيوم والكالسيوم مثلا. ماشي، الالكترولايتس يبقى افتكر على طول الصوديوم بوتاسيوم بامب هيعمل لها انهبيشن. ماشي، فالبوتاسيوم يتراكم بره هايبركاليميا والصوديوم يتراكم جوه يشغل الصوديوم كالسيوم بامب. ماشي، الصوديوم كالسيوم بامب تشتغل، ماشي، فيخرج الصوديوم ويدخل مكانه الكالسيوم يزود الكونتراكتيليتي. ماشي، ادي دي حاجه. حاجه تانية ان هو بيزود الفيجال تون والريفراكتوري بيريود في الايفي نود، فكده بيؤدي لسلوينج الكوندكشن وسام ديجري من الايفي نودال بلوك، كان ما عادش فينا نبضات بتوصل من الاتريوم للفنتريكل. ماشي، فكده هزيد الاوتوماتيستي في البركنجي فايبرز، هتبدا هي بقى تبقى الاكتوبيك فوكس تبقى اكتوبيك فوكس وتطلع امبلسز وان هي تقود القلب يعني وكده. ماشي، يبقى ده كده الميكانيزم اوف الاكشن او الميكانيزم اوف التوكسيستي بتاع الديجيتاليز. هندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر اوف الاكيوت توكسيستي. ماشي، الكلينيكال بيكتشر اوف الاكيوت توكسيستي هنا بقسمها جزئين، الريسك فاكتورز والكلينيكال بيكتشر ذات نفسها. ماشي، اول حاجه الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز دي يعني قبل ما ادخل على الكلينيكال بيكتشر لازم اعرفه ايه هي الريسك فاكتورز اللي ممكن تدخلني في التوكسيستي، وده جزء مهم جدا لازم اكتبه مع الكلينيكال بيكتشر لان بيبقى عليه جزء من الدرجه يعني. طيب ماشي، طب ايه هي الريسك فاكتورز اوف الديجيتال توكسيستي؟ اول حاجه الايدج، ان هو يكون ادفانسد ايدج، سنه كبير معدي 80 سنه مثلا. ماشي، او عنده مايوكارديال اسكيميا وخلل في الرينال فانكشن. ماشي، او مثلا عنده دي هايدريشن جفاف وبياخد ادويه دراج انتر اكشن. طب ادويه زي ايه؟ ادويه زي البيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر. ماشي، السايكلوسبورين. السايكلوسبورين ده دواء انتي مايكروبيال، بس لو اتاخد مع الديجيتاليز فبيعمل اريزميا، يعني اريزموجينيك لو اتاخد مع الديجيتاليز. ماشي، اللوب دايوريتكس. اللوب دايوريتكس اللي بتعمل هايبوكاليميا دي برضو ريسك فاكتور. ناتشرال ليكورايز اللي هو عرق السوس. عرق السوس ده بيعمل صوديوم ووتر ريتنشن وهايبوكاليميا برضو، زائد في الاخر اللي هو الكينيدين ده برضو ريسك فاكتور ان هو يدخلني في التوكسيستي. ماشي، زائد بقى اخر حاجة ان هو ممكن يكون عنده برضو الكترولايت ديستربنس. الكترولايت ديستربنس ازاي؟ هايبوكاليميا، هايبوماغنيسيميا، هايبرناتريميا، عنده اي حاجة من الحاجات دي فهو بيكون في ريسك ان هو يدخل في ديجيتال سوكسيستي. ماشي، يبقى دي اول نقطة عندنا في الكلينيكال بيكشر ان احنا نتكلم عن الريسك فاكتورز، كأنه مثلا نقول كأنه واحد كبير معدي 80 سنة عنده مايوكارديال اسكيميا وخلل في الرينال فانكشن او دي هايدريشن جفاف وبياخد ادوية، زائد ان عنده الكترولايت ديستربنس، هايبو كاليميا، هايبو مغنيسيميا، هايبر ناتريميا. ماشي، يبقى دي اول نقطة عندنا وده جزء مهم جدا جدا لازم تتكتب مع الكلينيكال بيكشر، بيكون عليها جزء من الدرجة يعني. ماشي، تاني حاجة هندخل على الكلينيكال بيكتشر ذات نفسها بقى، الكلينيكال بيكتشر اوف الديجيتال السوكسيستي. انا قلت موضوع الديجيتال السوكسيستي ده موضوع مهم جدا، مهم جدا لان يعني موضوع خطير يعني،
بدا موضوع خطير، يبقى اكيد بيضرب القلب والسي ان اس، سي ان اس والكارديو فاسكولار. وفي النص مفيش مانع لو ضرب الاوفثالمولوجي، ضرب العين في النص يعني ماشي، وهو اصلا دواء قلب يبقى اكيد هيعمل الكترولايت ديستربنس. زائد ما ننساش ان الايرلست سيبتوم اوف التوكسيستي هتكون على الجي اي تي ماشي. يعني ده كده عشان نقدر مثلا نجمع فيها شويه، نفتكر فيها شويه يعني ماشي. يبقى هنتكلم دلوقتي على الكلينيكال بيكتشر. بيقولي كونستيتيوشنال سيبتومز، الحاله العامه كده ماشي. انا دلوقتي بتكلم عن الكلينيكال بيكتشر اوف الديجيتال سوكسيسي ماشي. اول حاجه خالص الكونستيتيوشنال سيبتومز، الحاله العامه كده ويكنس وفاتيج ماشي. وبعدين بعد كده الايرلست سيبتوم اوف التوكسيسي قلنا بيكون على الجي اي تي، بيبقى بيحصل جي اي تي ابسيت اللي هي انوريكزيا ونوزيا وفوميتنج كوليك ودايريا وابدومينال بين ماشي. يبقى ده كده اول ايه، اول نقطتين عندنا قلنا constitutional symptoms حالته العامة كده weakness و fatigue. بعد كده the earliest manifestation of the toxicity بتبقى على GIT، بيحصل GIT upset اللي هي عبارة عن anorexia و nausea و vomiting colic و pain و diarrhea وكده ماشي. هو دواء قلب يبقى أكيد طبعا بيشتغل على القلب، بيعمل cardiac effect. الكاردياك effect of the toxicity إيه بقى؟ بيقول المريض فجأة يحس بدقات قلبه، palpation و syncope، دزنيا associated with any type من الأرزميا ماشي. يبقى cardiac effect عندنا ان هو يحس بدقات قلبه palpation ماشي، ومعها شوية بقى حاجات تحبيش يعني سينكوب دزنيا associated with any type of الأرزميا. وأنواع الأرزميا هنا دي مهمة جدا تتحفظ صم يعني ماشي، atrial flutter و atrial fibrillation هنقسمها بقى ماشي، ventricular ventricular tachycardia و ventricular fibrillation. يبقى انا قلت الوقت atrial flutter و fibrillation، ventricular tachycardia و fibrillation، atrio ventricular بقى atrio ventricular junctional rhythm و atrio ventricular dissociation. وبعدين بقى هندخل ايه بقى، هنرجع تاني paroxysmal atrial tachycardia premature ventricular contraction اللي هي نبضة تحصل قبل معادها، بيقول لي including by جمني ان الدقة، تحس ان الدقة اتقسمت اتنين يعني، ودي حاجة most common، ده حاجة مشهورة جدا يعني ماشي. وبعدين من يحصل sinus bradycardia و other types من البرادي arrhythmia وده برضو very common ماشي، first والsecond والthird degree من الهارد بلوك ودي برضو حاجة very common ماشي. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن الكاردياك افكت، طبعا الديجيتاليز اكيد طبعا لازم هيكون له هي كاردياك افكت دي، ده من ناحيه يعني لانه اصلا دواء قلب ده، دي حاجه. حاجه تانية نفتكر ان الديجيتاليز سوكسيسي ده موضوع خطير وكده، موضوع خطير ليه؟ لانه بيضرب السي ان اس والكارديوفاسكولار ماشي. طيب دلوقتي على الكاردياك افكت بقى، الكاردياك افكت بتاعت التوكسيستي قلنا ان هو هيحس بدقات قلبه palpation ماشي، وشوية بقى حاجات تانية سينكوب ودزنيا. المهم ان هي بتبقى associated مع اي نوع من الارزميا، وانواع الارزميا دي حفظ صم، الانواع الارزميا دي atrial flutter و fibrillation، ventricular tachycardia و fibrillation ماشي، atrioventricular atrioventricular junctional rhythm و atrioventricular dissociation. وبعدين هنرجع تاني atrial بقى، paroxysmal atrial tachycardia و premature ventricular contraction اللي هي النبضة اللي حصلت قبل معادها دي، بتشمل باي جيميني ودي يعني حاجة most common، ده أشهر حاجة ماشي. وبعدين بقى بيقول لي بقى بيحصل بقى برادي كارديا و other types من sinus برادي كارديا و other types من البرادي أريزميا وده very common، first و second و third degree من الهارد بلوك وده برضو حاجة very common ماشي. ده كده تأثيره على الكاردياك افكت يعني ماشي. هندخل بعد كده الأوفثالمولوجيك افكت. مش انا نفتكر واحنا بنقول احنا قلنا ان هو دواء خطير، دواء خطير ليه؟ لانه بيضرب سي ان اس والكارديوفاسكولار، قلنا ما فيش مانع لو ضرب في النص الأوفثالمولوجي. يبقى الأوفثالمولوجيك افكت تأثيره على العين، بيشوف كل حاجة صفرة او خضرة، يعني بيحصل disturbance في color vision، خلل في color vision with tendency to yellow green vision، وبيحصل بقى ديبلوبيا وفوتوفوبيا وكده ماشي. بعد كده بنقول بقى blurred vision ديبلوبيا وفوتوفوبيا.
يبقى ده الاوفثالمولوجيك ايفكت، ان هو بيشوف كل حاجه اصفر او اخضر. ازاي حصل ديستربنس في الكالر فيجن وستندنسي ناحيه اليلو جرين فيجن؟ ماشي. وقلنا بعد كده بقى يحصل اللي هي الزغلله بقى وديبلوبيا وفوتوفوبيا وكلام من ده. ماشي. بس يعني الحمد لله ان الحاجات دي يعني ترانزيت وريفرسابل، بعد ما بوقف الديجيتاليز على طول الحاجات دي ريفرسابل بترجع تاني. ماشي. يبقى ده كده تأثيره على الأوفثالمولوجيك أوفثالمولوجي يعني. ماشي. بعد كده هناخد تأثيره على السي ان اس. على السي ان اس بيعمل صداع وهلوسة، هيديك وهلوسينيشن، كونفيوجن وسيمنلانس ودلاريوم. ماشي. باراسيزيا ونيوروباسيك بين كده. يبقى ده كده تأثيره على السي ان اس، صداع وهلوسة. ماشي. في الاخر بقى هنقول ايه يعمل الكترولايت ديستربنس. الالكترولايت ديستربنس اللي بيعملها دي ان هو بيلعب في البوتاسيوم، سواء هايبر كاليميا او هايبو كاليميا. هايبر كاليميا ده في حاله الاكيوت توكسيستي، هايبو كاليميا ده في حاله الكرونيك توكسيستي، اللي هو الاكيوت فيرسس كرونيك، اللي هو المريض اصلا اللي بياخد الدواء فبيكون بياخد معاه اكيد دايريتكس، فالدايريتكس دي هي اللي بتدخلنا في هايبو كاليميا. ماشي. يبقى ده كده الكلينيكال بيكتشر اوف التوكسيستي. الكلينيكال بيكتشر قسمتها حاجتين، الريسك فاكتورز والكلينيكال بيكتشر ذات نفسها. الريسك فاكتورز اللي هو الانسان الكبير اللي معدي 80 سنه وعنده مايوكارديال اسكيميا وخلل في رينال فانكشن او جفاف وبياخد ادويه دراج انتر اكشن. ماشي. وفي الاخر عنده الكترولايت ديستربنس. ماشي. الكلينيكال بيكتشر ذات نفسها، انا قلت الديجيتال توكسيستي ده موضوع خطير جدا. ليه؟ لانه بيضرب سي ان اس وكارديو فاسكولار. ماشي. ومفيش مانع ان هو يضرب في النص الاوفثالمولوجيك سيستم. ماشي. وزائد طبعا الايرلست سيبتوم اوف التوكسيسي بتكون على الجي اي تي، وهو اصلا دواء قلب يبقى اكيد بيشتغل على الالكترولايت، بيعمل الكترولايت ديستربنس. ماشي. قلنا على سي ان اس صداع وهلوسه، هيدك وهلوسينيشن وكونفيوجن وسيمنلانس وكده. ماشي. على القلب يحس بدقات قلبه بالبيشن ومعاه شويه حاجات كده، بس اهم حاجه ان هي اسوشيتد باني تايب من الاريزميا، وقلنا انواع الاريزميا. بعد كده الاوفثالمولوجيك قلنا بيشوف اي حاجه اصفر او اخضر، حصل ديستربنس في الكالر فيجن والسنسنسي ناحيه اليلو جرين. ماشي. والجي اي تي او الجي اي تي ابسيت دي الايرلست مانيفيستاشن اوف التوكسيستي، اللي هي الحاجات العاديه انوريكزيا ونوزيا وفوميتنج كوليك ودايريه وبين وكده. ماشي. والالكترولايت ديستربنس بقى هيعمل هايبوكاليميا او هايبر كاليميا. هايبو ده في حاله اللي هي الاكيوت فيرسس كرونيك، هايبر ده في حاله الاكيوت توكسيستي. ماشي. زائد طبعا كونستيتيوشنال سيبتومز عامه كده من بره، عنده ويكنس وفاتيج وكده. ماشي. يبقى ده كده كلينيكال بيكتشر اوف الاكيوت توكسيستي. هنقارن بقى ما بين الاكيوت توكسيستي والاكيوت فيرسس كرونيك. الاكيوت توكسيستي بيكون معاها هايبر كاليميا. ماشي. زائد بقى بروتراكتد فوميتنج وهارت بلوك وكده، ان هو بيرجع كتير ممكن يحصل هارت بلوك وكده، بس اهم حاجه هايبر كاليميا. طب في الاكيوت فيرسس كرونيك اللي بياخد اصلا الدواء ماشي بس حصل غلط وكده، بيقول لي ان الموضوع ده هو المور كومن. ماشي. هنا الجي اي تي سيمبتومز هتبقى مايلد، اقل شويه. ماشي. بس بيحصل هنا هايبوكاليميا. يبقى في الاكيوت توكسيس هيحصل هايبر كاليميا، في الاكيوت فيرسس كرونيك الاوضاع اهدى شويه وهيحصل هايبو كاليميا. ماشي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكلينيكال بيكتشر اوف الديجيتال توكسيستي.